تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمين. من فضلكم لننصت بعضنا للبعض من فضلكم. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة لتعقيب على السؤال المتعلق بالاستراتيجية الطاقية للمغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بتبعية الطاقية للخارج. وفي هذا الإطار نثمن عاليا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي كانت وراء اعتماد بلادنا لاستراتيجية طاقية تحسبا للتحديات التي تواجهها في هذا المجال، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على الرفع القوي للطاقة المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية والبحث عن بدائل جديدة بأقل تكلفة. ومعلوم أن الجزائر قد أقدمت مؤخرا على عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، اعتقادا منها أنها بهذا القرار تعاقب المغرب عن طريق خلق أزمة طاقية له، الشيء الذي كان له صدى وانعكاس سلبي بالنسبة للمواطنين والمواطنات المغاربة الذين ساورتهم بعض الشكوك بخصوص ما وقع. غير أن الجهات المختصة الوطنية ورفعا لكل لبس أصدرت بيانا عاجلا في الموضوع تقر فيه وتأكد بأن القرار الجزائري لن يكون له سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني. سيدة الوزيرة، إن تحسين مؤشرات النمو خلال السبع الأشهر الأولى لسنة 2021 كان له إقبال بشكل ملحوظ على الطاقة بكافة أصنافها، وهذا سيؤثر لا محالة على المخزون الطاقي لبلادنا، الأمر الذي يتعين معه على الحكومة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من الكلفة المالية للإنتاج الطاقي الكلاسيكي، التقليص من التبعية الطاقية للخارج، ضمان السير العادي والمتوازن للحركة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. ومن بين التدابير والإجراءات الاستعجالية التي يجب الانكباب عليها نقترح ما يلي: تحفيز القطاع الفلاحي على استعمال الطاقة المتجددة بغاية ترشيد الإقبال المتزايد على غاز البوتان، الاستمرار في سياسة دعم وتشجيع صناعة وطنية في مجال الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة كالألواح والسخانات الشمسية. وفي هذا الإطار نثمن عاليا ما أتت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولكن ما زال يخص شيء آخر: فتح المجال أمام استعمال المصابيح المنتجة للطاقة النظيفة والحد من استعمال المصابيح المتوجهة والقيام بحملات تحسيسية بغاية حتى المواطن والمواطنات للانخراط في هذا التوجه، الانخراط الفعلي في تشجيع صناعة السيارات الكهربائية على اعتبار أن هذا الاستثمار يعتبر من المشاريع الواعدة في المستقبل القريب، لذا يجب التركيز عليها في السياسات العمومية ذات الصلة. سيدة الوزيرة، توجد منافسة شرسة حول إنتاج أكثر طاقة ناجعة عالمية في إطار استراتيجية الطاقة المتجددة. إن سبب نجاح بعض الدول كإسبانيا مثلاً يمكن في إعطاء حق استغلال الفرصة للمواطنين من أجل إنتاج الكهرباء، حيث يستفيد هذا الأخير مما يكفيه والباقي تأخذه الدولة. بطبيعة الحال فإنها تأخذ بثمن أقل وتبيعه بأكثر، وذلك للمحافظة على أرباحها. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، لماذا لم تفكر الحكومة في اقتراح قانون في هذا الشأن لإنتاج أكثر طاقة ناجعة وإعطاء فرصة للمواطنين للاستثمار والاكتساح في هذا المجال،
والعمل على تشجيع الاستثمار في هذا المنتوج الذي له ارتباط جدا قويا بطاقة البترول الذي هو موضوع الساعة عالميا، وارتباط ايضا بالغلاء المهول الذي تعرفه جميع المواد الأساسية والصناعية والخدماتية والنقل البري والجوي والبحري. لماذا لم تفكر الحكومة بدعم هذه المادة الحيوية في إطار الاستثمارات الفلاحية والصناعية والخدماتية لإنتاج أكثر طاقة ودعم الاقتصاد الأخضر الذي الكل اليوم يتحدث عليه في إطار المنافسة البيئية؟ وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. الآن الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.